ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن صلاة الليل ينبغي بالعبد ألا يقدمها على صلاة الفرض، فإن بعض الناس يحرص على أداء الصلاة مع زيد أو علي من الأئمة، فيرتب على ذلك ألا يخرج إلا متأخرا، فلا يتمكن من أداء صلاة العشاء مع الجماعة. وصلاة الجماعة من الواجبات، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحينئذ لا يصح لك أن تترك واجب أداء الصلاة، صلاة العشاء مع الجماعة، من أجل إدراك فضيلة أو أداء سنة، فإن غاية صلاة التراويح سنة وليست من الواجبات المتحتمات. ومن هنا فلا يصح لك أن تهمل في صلاة الفرض الواجبة أو تهمل في أداء الصلاة جماعة مع وجوبها من أجل إدراك فضيلة أو سنة.